هنا الصينية هنا. هندخلها فرن 20 دقيقة. حطينا زيت انا بصل مقطعنا من البصل هنا الابره هنحط الثوم معلقه مفرومه ملح الفلفل احنا مقطعينه عندنا 5 معالق كبيرة من عصير الطماطم إلى مية هحط حوالي كوباية معلقة صلصة معلقتين اللي معجون الطماطم وعندي هنا بابريكا وفلفل وشوية ملح وتوم باودر وبصل بودر عندنا هنا عندي شطة حمرا خلاص هندخل عليها مرحين احنا عندنا هنا بطاطس احنا سلقناها فاحنا هنبدأ نقطعها صوابع عندنا جاهزة عندنا ده القالب بتاعنا ده هنازل ده دي الصينية بتاعتنا هندخلها الفرن ربع ساعة
الفرن دقيقتين. كان طلعت